أهلاً بكم يا أصدقائي، كيف حالكم؟ قد قابلنا لوحات شغال في المرة السابقة، واليوم أيضاً سأعرفكم على رسام جديد. هو رسام يسمى أندري ديران. كان هذا الرسام يرسم الكثير من المناظر بشكل رائع. انظروا جيداً إلى لوحاته وأنتم تركزون على اختلاف طرق الرسم مع الرسامين الآخرين. هيا إذن، هل تريدون أن ندخل إلى لوحات أندري ديران الآن مباشرة؟ كان أندري ديران يرسم الكثير من المناظر. ما هو المنظر الذي رسمه هنا؟ نعم، قد رسم سفينة عائمة في البحر. السفينة ملونة بألوان مختلفة بشكل معقد، والبحر والسماء ملونان باللون الأخضر الفاتح. وكيف إحساس هذه اللوحة؟ إن ألوانها قوية جداً، أليس كذلك؟ لون الأرض التي في الأمام أحمر، ولون البحر أخضر فاتح، ولون السماء أصفر مع أخضر. ألوانها مختلفة جداً عن الألوان الحقيقية، أليس كذلك؟ يا ترى، أين هنا؟ للوهلة الأولى ظننت أن هذا الجزء نهر حينما رأيت لونه، وعندما نظرت إليه بشكل دقيق أدركت أنه شارع. وما هذا الجزء الأصفر الذي في الجانب؟ تخيلوا بأنفسكم. هذا أيضا نهر مرسوم، ولو لم يكن هذا الجزء الوسطي موجودا لم أكن لأعرف أنه نهر. حيث أن لون السماء برتقالي، ربما قد رسم الضوء الغسق. إنه يعطي إحساساً قوياً مثل انفجار المفرقعات الضخمة في السماء. وربما رسم النهر بالهيكل المتشابه مع اللوحة التي رأيناها قبل قليل، صحيح؟ وهذه تعطي إحساساً ناعماً مقارنة بتلك. إن اللوحة تعطي حتى الإحساس اللطيف، حيث أن هناك سماء ملونة بشكل دائري بالألوان المتنوعة. واليوم سنرسم وكأننا رسامون ونحن ننظر إلى صورة المنظر هذا. هل ننطلق؟ أولاً سنحدد الأماكن. انظروا فقط بعينكم. Thank you.
بعد تحديد الأماكن أرسمه هكذا بشكل مفصل. كذا وكل ما يبتعد يضيق وعبر عن الإحساس المتعرج والمجد جدا. إذا انتهيتم من الرسم بالقلم الرصاص، هيا الآن نرسم على الخطوط نفسها بالقلم. ليس هناك أي مشكلة أن تكون الخطوط ملتوية، فلا تعتبره صعبا جدا. الصخور فيعطي إحساسا حقيقيا إذا رسمناها بشكل ملتوي عمدا.
خطوط قلم الرصاص إذا انتهيتم من رسم الخطوط عليها. وإذا انتهيتم من المسح، الآن يمكنكم التلوين بالألوان التي تريدون التلوين بها بحرية. لونوا السماء بالألوان المتنوعة بشكل جميل مثل لوحة الرسام، وأيضا لونوا البحر بالألوان التي تريدونها. أوقفوا شاشة الفيديو مؤقتاً وارسموا بأشكال متنوعة مثل ذلك الرسام وأنتم تشاهدون هذه الصورة. نعم، قد أكملتها هكذا. وكيف أكملتم يا أعزائي؟ أتطلع إلى رؤية رسوماتكم. المحاضرة اليوم، إن رسم السماء بالألوان المتعددة هكذا كان فكرة رائعة جدا. يا أصدقائي، أنتم أيضا ارسموا كما تريدون مع التخيل والتصور بحرية هكذا. عادة ما تظهر ألوان مختلفة في السماء حسب الطقس والوقت، ولكن بالرسم يمكن أن تكون ألوان السماء متنوعة مختلطة. إذا تطلعوا للمحاضرة القادمة. مع السلامة.